منتقل خطرة جدا للغضروف العنقي، بيتخاف جدا من ان الغضروف العنقي في منطقة لا ترحم، منطقة الإصابة فيها او المنطقة الإصابة فيها الخاطئة تساوي شلل رباعي، ده شيء لازم نحفظه. الغضروف العنقي خطير، فالجراحة الملاحية وجراحات محدودة التدخل قيمتها ايه في الغضروف العنقي؟ بص، من ألطف وأحلى العمليات اللي بحب أعملها عمليات الغضروف العنقي بكل أنواعها، حتى المريض اللي عنده شلل رباعي وجاي هنعمل له عملية غضروف عنقي أو تثبيت كسر في الفقرات العنقية، لأن وجود التقنيات دي معاك في أوضة العمليات بيخلي العملية اللي بتاخد 6 ساعات أنت هتخلصها في أقل من ساعة. الحاجة التانية والأهم أنك أنت هنا الحبل الشوكي الرئيسي، أنت شايف أنت فين وعارف بالتفصيل الممل كل معالمك. هنا الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، وده الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي ضغط مباشر. لما هندخل بالطريقة محدودة التدخل، احنا بندخل من فتحة صغيرة جدا جدا ما بتحتاجش تعمل فيها غرز بعد العملية، شكلها ما بيبانش بعد كده. والأهم من هذا كله انك لا بتنقل دم للمريض بقى، ولا بتقعد المريض ده تلبسه رقبة بعد العملية وتقول له ممنوع يتحرك، زي ما احنا عارضين وزي ما احنا شايفين كده الفتحات صغيرة جدا ما فيش فيها غرز، وبالتالي المريض ده ما تشلوش عظم من العظم الطبيعي بتاعه، شلنا المشكلة اللي كانت الغضروف اللي كان عامل المشكلة، حطينا دعامة تمسك الفقرات وترجع المسافة ما بين الفقرات للوضع الطبيعي، المريض ده هيطلع يتحرك عادي خالص. أصلي يا دكتور؟ أصلي. أوطي ألف رقبتي؟ ألف رقبتي. طب أنا مش محتاج ألبس رقبة؟ ما انتش محتاج تلبس رقبة. والأجمل من ذلك إنك أنت كمان لو جاي في وقت مبكر أنت لن تحتاج إلى أي علاج تاني بعد العملية، هتقدر تمارس كل أنشطتك وترجع للياقتك البدنية.